هذا فيلم فيلم كوميديا كوميديا داكسيون فيها لاكسيون فيها الضحك فيها دافونتور يعني في الميم اسبري كي طريق الى كابول ابخي كيلكو زاني من طريق الى كابول دابا نيت كي لي طون كو نحط شي حاجه في لاصال السينما ان شاء الله وجيسبر كي لي جون فون ساموزي ما عمرني انا تنعرف حيت حتى ما عرف كون كان عندي لا غوسيت راه ملياردير ونمشي نخدم في امريكان دابا حنا تنتوكل على الله تندير الخدمه ديالنا بالنيه ولي كوميديا كانوا في المستوى التكست كان زوين يعني بيل استوار والناس غي يفون فواياجي يعني هاد جو سوي اللي غيجلسوا في لاصال غادي يعني غادي يسافروا معنا وان شاء الله جيسبر يضحكوا الدور ديالي في فيلم سعود وسعيده وسعدان واحد شلهبيه شفاره هو فيلم كوميدي عائلي اللي كنعاود ناكد عليها فيلم عائلي يعني كيقدر يدخل للعائلات ما فيهش مشاهد اللي كتقلل من الاحترام ديال المشاهد المغربي وكنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجب المشاهدين للاسف ما حضرش معنا الممثله اللي كنموت عليها بزاف زهور سليماني اللي كنتمنى لها يا ربي الشفاء العاجل وكنتمنى لها يا ربي يطول في عمرها وتكون على خير الدور ديالها في الفيلم هنا كانت الزوجه ديال واحد البرلماني اللي كتامن شويه بالشعواده ويعني عندها واحد التفكير شويه قديم ان كل شيء الامور كيمكن تحلها بالشعواده فهمتي حتى راجلها اللي دخل البرلمان راه هي اللي السبب باش نجح عن طريق الشعواده اللي نبغي نقول لها حنا متاسفين بزاف اللي ما كايناش معنا وكنتمنى لك الصحه هي كل شيء والله ينوضك على خير هو فيلم تنقول ديال واحد السيد اللي غادي يخرج من بعد 16 عام ديال الحبس وتيخرج كيتلاقى مع واحد الصديقه ديالو كتبرك في واحد اللي كتخدمه في واحد القهوه وهي عندها مسكينه مريضه اون كونسير وعندها بنت اللي هي مهاجره وصيفطاتو باش يجيبها ومشى بديك اللي باش يجيب بنت عاديه مي ملي غادي يمشي غادي يلقى ديك البنت خلقه مشاكل كبيره ان واخده الساروت ديال الوزير واخده عارفه شي حويجات اللي هي سياسيه صعيبه خصها ما ديكلاراش غيدخل هو مسكين في هذا لونجاجمون لانه انسان طيب ما عارفش هذه المساله وكنتمنى لك شي تشوفوه في السينما ان شاء الله. التواجد ديالي اليوم انني باش نتفرج في الفيلم الجديد وخصيصا انا جيت اليوم زعما باش نشجع الممثلين كاملين اللي في هذا الفيلم هذا ولكن سورتو منهم عمر لطفي حيت هو اللي عرضني دونك جيت باش نشجعوا انا والزوج ديالي وبزاف ديال الاصدقاء وكنتمنى لهم كاملين مسيره موفقه وتبارك الله ان شاء الله غادي يكون هذا العمل بيان سور غادي يكون ناجح ان شاء الله يا ربي وحنايا هنا معاهم باش نشجعوهم. كنتواجد في الفيلم ديال المخرج ابراهيم الشكيري والبطله ديالو اللي هي كليله بنعيلات ديجا صديقه ديالي وداداس حتى هو صديق ديالي والزوج ديالي حتى هو لعب معاهم في هذا الفيلم وكاينين بزاف الممثلين مشاركين في هذا الفيلم كنبغيهم طبعا وكنتمنى لهم التوفيق وانا متاكده غيكون فيلم رائع لان ديجا ابراهيم عودنا على افلامه الرائعه دونك كنتوقعوا ان شاء الله نجاح كبير لهذا الفيلم. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.